السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله ما زلنا، لا مش ما زلنا، بعد هناخد آيتين دي آخر سورة آل عمران. يبقى إحنا بكده خلصنا أربع أجزاء. أربع أجزاء، حد من اللي تابعنا حفظ حاجة من القرآن؟ والله أنتوا أحرار. دي فرصة. خدنا أربع، يعني إحنا سجلنا ما يقرب عن 165 حلقة. المفروض ده برنامج تعليم علشان تتقربوا من أفضل البرامج، هي دي، مش من إحنا بنسجل فيه، لا، عشان ده بيعلمك إزاي تتكلم مع الله، ودي فرصة في حياتك إنك تحفظ آية ولو آية من آيات القرآن ترتفع بها درجة من درجات الجنة. لازم انت وولادك ومراتك تبقوا من اهل القرآن. القرآن ده ليكم دايما، ربنا بيخاطبكم يقول لكم يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا، يا، وانتم مستقلين فيه، انتم احرار. من سورة آل عمران الآية رقم 198، ايتين لغاية 200، اخر سورة آل عمران. واحنا ابتداء كل حلقة بنقرا فاتحة الكتاب والإخلاص والفلق والناس، ومش معنى هذا ان احنا بنقراها هنا ما تقراهاش في بيتكم وانت راكب الاوتوبيس وانت قبل النوم وبعد النوم. شغل لسانك بذكر الله. ربنا خلق حتة اللحمة دهيت عشان تذكروا بيها اللسان، مش عشان تجيب سير الناس. نقرا مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله. بناخد حكمة كل حلقة. قيل للفضيل ابن عياض: ما أعجب الأشياء؟ إيه أعجب الأشياء عندك؟ قال: قلب عرف الله ثم عصاه. ما دام عرفت ربنا تعصي ازاي؟ بتعصي امتى يعني؟ ويعني هو مش شايفك يعني؟ يعني تخش الأوضة وتقفل بالترباس يعني وتشوف فيلم ولا بتاع؟ ما هو مش شايفك، ما هو شايفك وهو معكم أينما كنتم، معاك. إن الله يسمع ويرى. خدوا بالكم الحتة دي، ربنا بيقول: ويحذركم الله نفسه. ازاي تعرف ربنا وتعصاه؟ خلينا هنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دايما بنقول القرآن متواصل وما تقفش عند أي آية وتقول صدق الله العظيم، وبرضو ما تبدأش من أي آية وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، كلام يبقى مترابط، علشان الآية 198 كمالة الآيات اللي فاتت. ربنا بيوصف أهل الكفر بيقول: متاع قليل. واحنا قلنا الدنيا كلها قليل، كلها، حتى لو هي قعدت مليار سنة أنا مالي ومال الدنيا؟ أنا الدنيا، أنا حياتي، أنا اتقضى من عمري قد إيه؟ وفضل قد إيه؟ ويعني أعمار أمتي ما بين 60 و70، يعني 60 ده يبقى لعبه في الإيه؟ في الماتش كاملا، ومن 60 ل70 أوفر تايم، ربع ساعة في ربع ساعة في ربع ساعة، وبعدين يشوفوا بقى مش عارف يجيبوا الجون ولا إيه كده، أنا خلاص بقى. وحتى والله بعد 40 الواحد بيبقى شرب، بيبقى شرب ضهر كبدي، انا راح اعمل نظاره، انا ما اعرفش ايه وايه الحياه القصيره دي. اعمل للاخره، شمر للاخره. خلينا هنا. فمتاع قليل ثم مأواهم جهنم. اخبر ابيض، وهتتمتع قد ايه بالعربيات وبالنساء وبالبتاع ايه؟ 10 سنين 20، وبعدين المصير جهنم والعياذ بالله. وبئس المهاد، بئس السرير، المهاد السرير، مهاد الطفل يعني. ها يبقى نايم زي الطفل كده، ربنا هو اللي بيحركوا الملائكة تجيبهم شمال ويمين ليذوقوا العذاب. لكن الذين اتقوا، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. بس نشرح الأول. لكن الذين، حروف مرققة هي، وكلمة لكن المفروض أن تبقى ساكنة، لكنها كسرت علشان اللام ساكنة الأولى، فقلنا لكني عند الوقف، لكن الذين، وطلع لسانك في 3 حروف، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني إيه؟ إن الله لا يظلم، الضاء لازم تطلع طرف اللسان، إن الله لا يظلم مثقال الثاء، ذا ذرة، 3 حروف لازم تطلع طرف اللسان. إذا ما طلعتش طرف اللسان مش قرآن، يبقى أنت بتضرب لي تليفون بتغير نمرك برقم آخر مش هرد عليه، مش أنا، يبقى ده مش قرآن. لكن الذين، ما تقولش اتقوا، الطاء تقولوها ايه؟ اقليه. خدوا بالكم، كل حرف بتقولوه هيبقى شهاده ليك يوم القيامه، وبتاخد عليه 10 حسنات الحرف. لكن الذين ايه؟ اتقوا. قولوها تاني، التاء. اقول لك التاخر بعيد عني، مش الطاخر، ما تقولش اتقوا ربهم، ما تقولش ربهم، رباهم لهم جنات، والنون لازم تغن، تجري من تحتها، كل الحروف دي مرققة،
ما تقولش الانهار، تقولوها ايه؟ حولوها ورايا، الانهار. الانهار. لا سمعت هار دي، هار ما تنفعش. الانهار. الانهار. او كده صح كده، ما نقولش خالدين. كل خاء في المصحف يا خبر، مش يا خبر، يا خبر. خالدين فيها نزلا. تنوين اللي بعده ميم، ادغموا ادغام كامل بغنة تعلموا القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه ربهم. نزلا من، نزلا، نزلا من عند الله. وما دام الدال مكسوره الا ما تركت، ما تقولش من عند الله، من عند الله. وما شوفوا بقى، وما عند الله هنا من عندي، الدال اهي من عندي لله. هنا هتقول لي وما عند الله بالضاد مش قران، وما عند ده ما حدش يقول وما عند ده الله ده بالضاد، وما عند ده الله. ببتسم في الدال وبعدين ابوز في اللامات. احنا قلنا ما نقولش خا، هنقول خير للابرار. والتنوين اللي بعده لام، ادغام كامل لكن بدون غنه، خير للابرار. وان من اهل الكتاب، كل الحروف دي مرققه، لمن يؤمن، اوعى تقول لمن، لا، لمن يؤمن بالله. احنا قلنا الباء مكسوره الا ما ترقق. وما انزل، ما تقولش انزل، انزل، ضم الهمزه ورجع شفايفك لان الغنه هنا مرققه. انزل، او انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين، ما تقولش خاشعين، احنا خدناه لله. لا يشترون، لا يشترون، لا يش، والتاء لا يشتا، ما تقولش لا يشتا مش قران، مش هحلف، لا يشتا. لا يشترون بايات الله، برضو جات لنا التاء مكسوره، باياتي، بايات الله ثمنا قليلا. الغنه بقى اللي يجور السعيد يسعد، الغنه تخينه علشان القاف، ثمنا قليلا، بس الايه اللامات على وزن بليله. شوف ق قليلا مش قليله، قليلا. اولئك ثلاث حروف في المصحف، اذا لقيت عليهم الدوران الخمسه اكتب الحرف وما تنطقوش كانه غير موجود. اذا لقيت واو عليها دوران خمسه، الف عليها دوران خمسه، ياء عليها دوران خمسه، حروف واي دي، الواو والالف والياء، واي. اذا لقيت الحروف دي عليها دوران خمسه، مش حرف بيضاوي، دوران خمسه زي القرش، اكتب الحرف وما تنطقوش، ومعانا الواو اهي. اولئك الساده المشاهدين شايفينها واو، ها مرسوم عليها دوران خمسه، مرسوم عندكم باللون الرمادي ايها الساده المشاهدون. لهم، ما اقولش اجرهم، اجر تقولوها ايه كمان، ها اجرهم، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب. خدوا بالكم كل كلمه الملائكه اليمين بيكتبوها. لهم ايه؟ اجرهم. عند، ما نقولش عند برضه، عند، عند را، عند را، دا را، عند ربهم. ان الله، ما نقولش بخنفه، ان الله، ان تقولوها ايه؟ ان الله سريع الحساب. يا ايها الذين امنوا اصبروا. الالف اللي انا قلت الدوران الخامسه اهي جات لها ايه بتاعه ايه، امنوا، ها مرسوم عليها دوران خمسه، وبرضو اصبروا برضو دوران خمسه اهي على الالف اهي تكتب ولا تنطق، وصابروا برضو الالف اهي جات لنا، وبرضو ما نقولش ورابطوا، وا تقولوها ايه، ورابطوا، وا واحد اتنين، وا ها تعالى يا ولا، وا
ورابيه ورابطه، ما نقولش واتقوا، تقولوا ايه؟ واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب يعني ايه بقى معنى الكلام اللي خدناه ده؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم، خافوا منه بقى ما دام هو مطلع عليكم، ها، ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، خافوا منه بقى ما دام ان الله يسمع ويرى، ما تعملش ذنب. واتقوا الله واتقوا النار، ها، التي وقودها الناس والحجارة. اوعى تعمل عمل يوصلك الى النار، ما هو بايدك، ما هو بايدك. ان هديناه النجدين، ها، على مزاجك، عاوز تمشي هنا عاوز تمشي هنا، قدامك الجامع قدامك الخمارة، واللي انت عاوز يروح فيه انت حر، ها. ربنا مش عامل لك قيود، هو عامل لك اوامر بس تنفذ تنفذ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انت حر. فالذين اتقوا لهم جنات، مش جنة واحدة. ولما تيجي تدعي ربنا قول له يا رب ادخلني الفردوس الاعلى، دي اعلى درجات الجنة دي بقى. وخدوا بالكم الجنات درجات طبعا، هي فيها يعني، كان في واحد صديق من العلماء يقول بس انا عايز اخش الجنة وبقى ربنا يحطني في الترسو. ما فيش هناك ترسو، ده هناك اقل حاجة كأنك عندك قد الدنيا 10 مرات من النعيم، ها. لكن ما دام بايدك تطلع بدل ما تقعد هناك في وخالدا مخلدا في لوكال، ده مثلا يعني ولله المثل الاعلى، احنا قلنا فندق 3 نجوم، الله، ما تخليهم 5 نجوم بس، يمكن ربنا عنده 10 نجوم، ما تخليك ياخد ال10 نجوم، ما تعمل العمل، لان في اكل وشرب مش كل الناس هتشربه ابدا، في حاجات مخصوصة. واحد في الفردوس خلاف اللي في الجنة العادية، واحد متجوز حورية عين، في واحد متجوز واحدة أجمل منها 20 مرة بعمله، ما فيش هناك يعني إيه. ربنا يقول لك إيه، ادخلوا الجنة برحمتي، طيب، واقتسموها بأعمالكم. شوف بقى انت هتاخد كم قصر، وده ياخد كم قصر، وده ياخد كم قصر بالعمل، اعمله. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قدامك بقى الأنهار، مش هي يعني بتجري تحت البيت، يعني لا، قدامك لها قصور، انت لك قصور مخصوصة، في قصور عامة في الشوارع كده زي الدنيا كده بالظبط، واخد بالك. في واحد عنده في الفيلا بتاعته حاجة حوض سباحة كده، حاجة مخصوصة، ها، هناك برضو حاجات مخصوصة، ها، انهار ليك مخصوص عشان تطمئن انها لن تنقطع. وفي حاجات بره بقى وانت خارج انت تتفسح بقى، ها، ما في فسح برضو هناك، ها. لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، النزل اللوكان ده احنا قلنا، وخالدين، لا تموت ولا تعيا ولا تعطس ولا تبرد ولا تنام وما تقعدش، ده هي على الارائك متكئون، ده للدلع يعني، مش انت، احنا بنقعد، انا ما اقدرش اقف يعني، اقف على محطه الاوتوبيس انا ساعه، انا ضهري بيوجعني ورجلي ما اعرفش، هناك تقف تقعد، ما فيش تعب هناك، لا نصب ولا تعب ولا حاجه، كله متاع في متاع، حتى انت ما بتاكلش من جوع او تشرب من عطش ابدا، ده كله متاع، يعني انت عايز تاكل من جوع، ما فيش هناك جوع، ما فيش هناك ظمأ، نزلا من عند الله، انت في ضيافة الرحمن بقى. شوف بقى لما توب عند الكريم بقى، بس ده ايه، وربك الأكرم بقى، وما عند الله خير للأبرار. اذا لازم الواحد يعمل لهذا المكان، مش عمال توضب لي الأوضة وتعملها بالسجاجيد وتعملها بالنجف وتعملها بورق الحائط وبالزيت وبالبتاع، وجيب لي ها مش عارف ايه فيها وها كلها متاع. طب والقبر؟ اما عجيبه يا اخي، وضبته، حضرت له مكان، ما ده المكان، ده المكان الاول ده، وبعدين تقف بقى 50,000 سنه احمله اليوم ده.
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين. من أهل الكتاب، من أهل التوراة والإنجيل، في ناس كانت بتخفي إيمانها، يعلمون أنه الحق، ما في منهم، لكن أكثرهم كافرون. وما أنزل إليهم خاشعين لله، لا يشترون، ما يبيعوش الإنجيل ولا التوراة ولا القرآن بثمنا قليل. الناس، في ناس عندنا دلوقتي برضو بيبيعوا القرآن بثمنا قليل، وما فيش جعل الكلام ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم. الله، يعني أنت لما بتشتغل في الدنيا لازم تاخد أجر، وبرضو إذا اشتغلت عند ربنا لازم يديك الأجر برضو. شوف، تصلي وتصوم وتعمل، كله ليك أنت، كله رفع عليك، لكن برضو حيديك أجر. إيه العظمة دي؟ إيه الحنان ده؟ إن الله سريع الحساب. زي ما أنت أو كل الشعوب الأرض كلها بتفطر مرة واحدة، وتتعشى مرة واحدة، وتتغدى مرة واحدة، ربنا ما عندوش زمن، مش يقعد يعني يحاسب دول وبعدين دول وبعدين ده وبعدين ده، ولا الأمة دي ولا دي، فورا زي كن فيكون. تبص تلاقي الحساب فورا. إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. أربع شروط، أوامر من الله، أربع شروط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. صبر على إيه؟ على الشهوات. ما تبصش، ما تمدش ايدك، ما تعملش المعاصي. النفس أمارة بالسوء، يعني الشيطان والنفس عمالين يغووني ويضحكوا على عقلي ويزينوني، والشيطان يزينني ويقول لي لا اشتغل في الربا، ده انت هتكسب، ده انت معرفش ايه، روح يا واد اعمل لك سهرة حلوة، يا دوق الخمرة دي، ده ايه دوت، خد كرسي الحشيش دوت، ولا خد السيجارة دي معمرة، وبص للست دي مالها كده زي البلوزة كده. عمال النفس والشيطان بيضحكوا علي. اصبر، الصبر على المعصية، اوعى تأتي المعصية، لانه رقيب عليك، مطلع عليك. والصبر على الطاعة. هو امتى المغرب هيبدأ؟ الله، مالك يا راجل مستعجل ليه على الصيام؟ مالك مستعجل ليه انت؟ السلام عليكم ورحمة، واخد الجزمة عمالة تجري ليه يعني؟ خلاص المقابلة بتاعت ربك ما كانش عجباك يعني؟ ها، قاعد مململ ليه؟ متضايق ليه؟ اصبر، اصبر على مراتك كمان بتأذيك، اصبر، اصبر على جارك السوء، اصبر على الطاعات. زي ما صبرت على المعاصي، ربنا بيقول لك اصبر برضو على الطاعات. هل في الصبر كله محمود؟ لا طبعا، في صبر مكروه، بل يؤدي الى حرام حتى كمان. ايه يعني الاذان يؤذن تقول له الصبر؟ ما ينفعش الصبر هنا. تاخر زكاة مالك، ما ينفعش الصبر هنا. راجل غني ومعاه صحة ومحجش، الصبر ما ينفعش الصبر. واحد في المستشفى بيعتذر تقول له الصبر، ما هيموت، حريقة، تقول له اصبر، نروح على مهلنا. على رأي الناس يقول لك الصبر حرق الدكان، لا حرق القرية كلها. ففي صبر غير محمود، مش كل الصبر. وصابروا، يعني ايه بقى وصابروا؟ ما خدنا الصبر، الصبر بقى على الأعداء. الصبر، هم بيصبروا على إيذائك وقهرك وإنهم يحتلوا بلدك ويدمروك. اصبر انت، اوعى تهجر بلدك، اوعى تتضايق وتستسلم. ها، الصبر ده وصابروا أعلى من الصبر، فانت تكون صبرك أقوى من هؤلاء. ورابطوا، يقول لك الاسترخاء العسكري، او الاسترخاء العسكري ده هو اللي دمرنا. لازم نبقى
دائما في 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 رباط، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. كان الاول رباط الخيل، دلوقتي رباط القنابل ورباط الدبابات والطائرات والصواريخ. لازم نستعد. عاوز تعيش في سلام ومحدش يعتدي عليك ورابط، دايما تبقى يقظ، ما تسلمش امرك ابدا. كل الشعوب وكل الحكام يستعدوا ليوم النزال، ليوم الحرب. فاذا كنت مستعد يبقى في امان وما فيش حرب وفي سلام. واتقوا الله. التقوى، احنا قلنا ربنا رقيب عليك، مطلع عليك، وانت لما بتعمل ذنب لوحدك، احنا قلنا انت فاكر انك لوحدك، ده في مجموعة كبيرة قوي معاك وانت مش واخد بالك. اولا اعضائك اقرب حاجة اليك، الجلد والايد والرجل والعورة وكل حاجة والعين وكله شهاد عليك. ها؟ هيشهدوا عليك دول، ادي فريق. الفريق الثاني وانت بتعمل معصية، اللي امرك بالمعصية الشياطين حاضرين معاك، ما انت بتعمل معصية ده عاملين حفلة. كمان الملائكة معاك اللي بيكتبوا، ها؟ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفوق كده ربك مطلع عليك. انت فاكر انك لوحدك؟ عجيب قوي. نتقي الله لعائبا نتيجه لعلكم تفلحون، يبقى الفلاح في الدنيا وفي الاخره. ونقرا مع بعض. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. خالدين فيها نزلا من عند الله. خالدين فيها نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار. وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم. وإن من أهل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم. وما أنزل إليهم خاشعين لله. وما لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم. أولئك لهم أجرهم عند ربهم. إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبروا وصابروا ورابطوا. واتقوا الله. واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.